مرحبا بك الدكتور الناقد عمرو بناوي معنا في جريدة أصوات. في مواكبة تكريم المزمع نقدمه على شرف بمهرجان الوطني للشباب المبدع في دورته الخامسة. دكتور بغيتك تعطيني واحد النبذة على مسارك المهني والإبداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر جريدة أصوات وإذاعة أصوات لهذه المناسبة ومناسبة هذه البادرة الطيبة التي يبدو أنها ظاهرة إيجابية وصحية. فالالتقاء مع المثقفين هي كنز لا يفنى، وبالتالي هو تشجيع المثقفين سيما في مدينتنا مكناس. شكرا دكتور. بغينا تعطينا واحد التعريف على حياتك. نبدا اذا غادي يكون موجز ان شاء الله. عبد ربي من مواليد 53، وتعلمت او سايرت مشواري الدراسي في الابتدائي والاعدادي والثانوي في مدينه مراكش. بعد ذلك انتقلت الى الجامعه، جامعه السيد محمد عبد الله مدينه فاس، وحصلت على الاجازه في الادب الحديث. بعد ذلك درست في التعليم العالي وعلى مستوى حضرت دكتوراه في النقد الادبي، وكان عنوان الدكتوراه هو الفضاء الروائي في اعمال سحر خليفه. هذا العمل الذي يبدو انه قرئ من طرف كثير من النقاد، أبدوا ملاحظاتهم وآراءهم في هذا المؤلف. بعد ذلك بعد فاس انتقلت مباشرة، فكرت في التوظيف، انتقلت إلى المركز الجهوي. المركز الجهوي هذا حصلت على دبلوم تخرج من المركز التربوي الجهوي بمكناس. بعد ذلك مارست مهنة التدريس وأنا معجب بهذه المهنة، وفعلا كنت مسرورا بهذا المسار الذي قطعته، بل إني مسرور أيضا بتلامذتي الذين كانوا يعجبون بي وكانت لي بهم علاقة طيبة جدا. بعد هذا المسار، مسار الإعدادي، عينت في المركز الجهوي التربوي لمدة 12 سنة، كانت المحطة التي لا أحسد عليها، لذلك كنت دائما أخاطب أصدقائي فأقول من أراد أن يختم خاتمة جيدة فعليه بتكوين أساتذة سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، لأن هذا الموقع موقع مهم جدا، وأنه يسمح بتطويع التجربة وإعطائها الأساتذة الجدد ما يمكن أن يعطى حتى يتمكنهم بدورهم من أن ينجحوا في الرسالة المقبلة. وكانت فعلا هذه الفترة كانت من أجمل وأقدس المحطات التي عشتها. والآن أنا أمامك، أنا رجل متقاعد لكني أهتم بالكتاب والنقد. مرحبا دكتور. بغيت نسولك دكتور، كيف درتي تلقيتي هذا الخبر ديال التكريم من طرف المهرجان؟ وهي دخيسة عادتها جميلة، ومن أجمل ما تفاجئنا به أنها تهتم بالمثقفين على مختلف المستويات سواء كانوا مبدعين أو كانوا نقاد. وقد عشنا تجارب مفيدة جدا، تجارب غنية في مدينة دخيسة، وكانت فعلا ناجحة بكل المقاييس. لماذا؟ لأن الإخوان، وأخص بالذكر رئيس المهرجان سي إبراهيم الذي يولي، فعلا عجيب هذا الرجل الذي يري أهمية قصوى للعمل الثقافي والإبداع الثقافي. وجربنا، أظن يبدو أننا عشنا تجربة 5 سنوات، هي تجربة غنية، وكل الإخوان والأخوات مبدعين ونقاد يشيدون بهذه التجربة التي عشناها، بل إن المهرجان استدعى شعراء من أماكن بعيدة
ولازلت أذكر الشاعر إسماعيل زوريق الذي حظي بتكريم هائل وبلقاء جيد، وأبدى هو نفسه موقفه المعجب بهذا المهرجان. فهنيئا لأعضاء للمشتغلين في هذا الاتجاه. أشكر الأخ والصديق الغيور على الثقافة في مدينة مكناس وتحديدا بمدينة خيسا على اهتمامه بالثقافة والمثقفين وعلى الجهودات الجبارة التي ما فاتئة يبذلها لها من أجل نصرة المبدعين والإبداع مدينة مكناس. دكتور، بغينا تكلمنا شوية على واقع ديال الثقافة في المغرب حاليا. هو إذا أردنا أن نتحدث عن الثقافة في المغرب فالأمر أولا ليس هينا. نعم. ثانيا أن المسألة متعلقة بمجال واسع وعريض، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول كلمة حق وأن الثقافة للمغرب لم تعد كما كانت عليه، بدعوى أن كل الأساتذة الجامعيين في العقود السابقة كانوا مهتمين وكان يجتمع حولهم كثير من المهتمين بالثقافة ولا سيما الطلبة. إذن الأساتذة الجامعيين هم بمثابة منبر وبمثابة تاريخ ينبغي أن يعترف به، لأنهم هم الذين حملوا شعلة الثقافة وتمكنوا من تطويعها ومن إفادة كثير من الشباب ومن الشيوخ على حد سواء. إذن بالنسبة للمغرب يبدو أننا لازلنا نذكر كثير من الأسماء كالسي أحمد المديني، كالسي صغيني، كالسي حسن البنيعي. هؤلاء وأشباههم فعلا كانوا يمثلون منابر ثقافية مفيدة جدا، ولا زلنا نشهد أو نشهد لهم بهذا الجهد المبذول، بل إنهم كونوا أجيال كثيرة متعددة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دكتور، ممكن تعطيني شي تعليق على ما يروج في المواقع الإلكترونية والصحف والجرائد موضوع الإنفلونزا بين قوسين إنفلونزا الخنزير؟ هذا المرض الجديد القديم كنا نسمع عنه منذ زمان، وتبين أن الفترة التي كنا نتهيب من هذا المرض لم يكن هناك مرض، فمرت الأخبار، وفي آخر المطاف انتهى الناس جميعا مناسبة مهمة الوزيرة السابقة وزيرة الصحة، لكن لم يبدو من هذا المرض أي شيء، يعني أن الناس لم يصابوا ولم يموت أحد، والآن نسمع من جديد على إنفلونزا الخنازير. آنذاك إنفلونزا الطيور، هذا المرض الآن يبدو أنه مخيف جدا، بدعوى أن لكونه مخيف جدا نحاول أن نطمئن الناس بأشياء ربما تبدو غير منطقية وغير مطمئنة. كيف يعقل أن نصل إلى 11 مفقود متوفى، وآنذاك قيل لا بأس عليكم إن الأمر هين ولا لا تتخوفوا من هذا المرض إنه عادي جدا، فإذا بنا ننتقل إلى 16، بمعنى أن كل يوم يتوفى 5 أشخاص نتيجة هذا المرض، وإهدأوا لا تتخوفوا، يبدو أن الأمر خطير، ويبدو أن العائلات فعلا بدأت تشعر بهذا الخطر الذي يداهم لا سيما الأبناء الصغار، ولا سيما أن العائلات بدأوا يفكروا فعلا في أن لا يتوجه أبنائهم إلى المؤسسة التعليمية، إذن مخافة أن يصابوا بهذا المرض، إنه لا مقياس، لا حيطة ولا حذاء، العائلة تتخوف من هذا لأنها لا تتلقى أي تعليمات في الباب.
كلما قلنا اطمئنوا كلما توفي الناس. إذن يبدو أن هذه مفارقة عجيبة جدا في المغرب. كل الأسر المغربية يأخذوا احتياطي ما الذي ينبغي أن يفعل؟ أولا أنا لست متخصصا في مجال الطب، ولكن باب الحيطة والحذر لابد أن نحتاط ونستمع إلى بعض الآراء التي تبدو نسمعها هنا وهناك، لأن الأمر يحتاج إلى حيطة وحذر، يحتاج إلى احتياطات لازمة. الذي أنصح الناس به وأن يستمعوا إلى بعض الإرشادات التي تخص هذا الباب. ثانيا أن يحافظوا على أبنائهم مجال التغذية بالخصوص، الأبناء الصغار يتعاطون لكثير من الأشياء التي تبدو مسببة للمرض. والنظافة أساسا هي رأس مال كل مغربي لتفادي هذا المرض الخطير. شكرا دكتور، شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا، أشكركم كثيرا، وأشجع الوجوه الشبابية التي دخلت هذا الميدان ميدان المتاعب. أتمنى لك التوفيق. أشكر أخيرا أخي وصديقي سي إبراهيم الزهري الآن على هذه المجهودات الجبارة. طبعا أنا أحمل رسالة ليست لي رسالتي لي وحدي، ولكن كل المثقفين والمبدعين يقولون فعلا بارك الله فيه وشكرا جزيلا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.